السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي المشاهدين، أحبتي الثوار، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة مضر نجار، القائد العام لقطاع حلب المدينة. أهلا وسهلا بك أخي أبو بكر مضر نجار، القائد العام لقطاع حلب المدينة. حياكم الله، أهلا وسهلا، تحية لك للمشاهدين جميعا. أعلنت الدولة الإسلامية في العراق والشام، أنتم وبين قوسين، أنت كنت أحد قيادي لواء التوحيد في أول تشكيلة قبل الاندماج مع الجبهة الإسلامية، كنتم أول من دخل إلى محافظة حلب وحررتم 70%، يعني كنتم أول من بادر الشهيد عبد القادر الصالح رحمه الله، وكنتم وكنا جميعا سويا. كيف يستطيع التنظيم أن يعلن إقامة الدولة وأنتم من حررتم الأراضي؟ كيف أعلن التنظيم هذه الدولة وما هو موقفكم منها؟ هو أعلن وليعلن ما يعلن. كل إنسان، كل فصيل حر بإعلانات اللي بده يقوم فيها. وكما ذكرت لك سابقا، هو كان يعني بدء المشاكل معهم. ليس من نحن فقط الذين أنكر عليهم قيام الدولة، حتى منظرين التيار السلفي كأبو محمد المقدسي وغيره من الكثيرين اعترضوا على قيام الدولة، وأنه ما نحن بخضم قيام دولة، نحن بثورة لإسقاط النظام، هدفنا تحكيم شرع الله على منهاج النبوة، ليس على على على, 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 على فكر الخوارج، تحكيم شرع الله على 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 الطريقة النبوية. ولكن بيننا وبين حريتنا وإقامة شرعنا وتطبيق حدودنا وحفظ ديننا وعرضنا هو إسقاط النظام. هذا حائل، جدار، جبل. أولا نزيل هذا النظام وبعدها نقيم ما نقيم. أنا برأيي ليس فقط أضر بالثورة السورية، تنظيم الدولة أضر في الإسلام بشكل عام. كيف؟ أول شيء تبنيه للإسلام بشكل عام بأنه هو الدولة الإسلامية، بعد لاحقا أعلن خلافه. لما تبنى الإسلام في الغرب والعالم، الغرب بقى سنوات مئات السنين هم يحاولوا يشوهوا صورة الإسلام والمسلمين، ويحاولوا يلاقوا ثغرة في القرآن أو في 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 السنة النبوية وبالرسول عليه السلام، ما كانوا قادرين. فجاءوا وخدموا الغرب خدمة كبيرة، تبنوا الإسلام. الغرب يروج للشعوب عنده إنه هذا هو الدولة الإسلامية، هذا هو الإسلام، تمام؟ يعني أحد أقاربي موجود بفرنسا تكلمني في موضوع، قال أنا من أكثر من 7 سنوات هو مقيم بفرنسا قديم، ولد بفرنسا ولكن هو مسلم، وحاول أنصح الفرنسيين اللي عندهم نظرة الإسلام نظرة جيدة، أحاول أنصح، أنا أحاول أخليهم يدخلوا الإسلام لسنين. فجاءوا داعش بيوم وليلة ونسفوا كل ما عملته، يقولون لي هذا هو الإسلام، أفعال اللي فعلوا هم شوهوا المشروع الإسلامي. يا أخي إحنا كلواء التوحيد كنا ذاهبون في معركة اسمها قادمون يا حمص، وصلنا إلى أطراف حماة. كل ما كنا نجهز لعمل أو لتقدم على النظام كانوا يخلقوا مشكلة ويرجعوا الناس، صاروا ياخذوا أراضينا، صاروا ياخذوا بيوتنا. يعني أنا أحد يعني أحد الأمثلة. التنظيم، من تقصد التنظيم؟ دخلوا إلى مدينة مارة، قريتي، لا أريد أن أضرب أمثلة على غير مكان، دخلوا إلى قرية مارة، عندما دخلوا قالوا نريد منزل حتى استأجروه أجار، نريد أن نعطي دروس شرعية، هذه بداية دخلية. فترة ما بتشوفوا المقر تبعا صار سكنة عسكرية، رحت زرتن، كان في اسمه أبو ناصر من السعودية. يا أبو ناصر ليش عملته هيك يا أخي؟ ما بصير هيك، نحن يعني اليوم العادات والتقاليد لما تكون ما منافية للشرع الواجب أنك تأخذ فيها. طيب اليوم نحن في إنا أمير هون موجود، وفي إنا قائد، لماذا أجابك؟ ومحمود السيري، وقالوا الأرض لله يورثها لمن يشاء من عباده. قلت له كلام طيب، نحن ورثناها قبلكم من النظام، أنت تورثها مني؟ فأنت يا أخي وجودك هون
عم يسبب يعني والغموض اللي عندك واللثام اللي على وجهك وما عم نعرف مين انتو، وفي بلشت الاختفاءات من بعد وجودكم هون. يا اخي ما هو انتو، لكن هذا الكلام كنت انا موجهه له، ما هو انتو اللي عم تخطفوا الناس، لكن هاي حصلت. يا اخي لازم تشتغلوا غير شيء، لازم تستقطبوا الناس، لازم تخلوا الناس يحبوكم. يا اخي انت عم تيجي بتقيم حدود، بتقيم شرع، لسه الناس عنا يا اخي طالعه من 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 عصر من عصر من عصر بشار وزبانيته 40 سنه ونحن فساد وظلم. الشعب بده مثل حاليا انت اليوم عم تقيم شرع وبتقيم دوله اسلاميه. طيب مثل لما بدك تجيب بذره وتزرع في ارض غير صالحه، هذا شيء. لكن يا اخي علم الناس، ربي جيل على الاسلام وبعده اعمل اللي بدك اياه. فقال ابو ناصر انه نحن احرار فيما بدنا نعمل، ودار جدال وحديث طويل بيني وبينه. طيب هذا بالنسبه لانعكاسات اقامه الدوله. الخليفه، هل يا اخي انتم عندكم مشكله يعني في الدوله مع الدوله الاسلاميه؟ يا اخي كل الدنيا. طيب انا اضرب لك مثال عن موضوع السياسه الشرعيه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه نزع صفه رساله عنه وكتب محمد بن عبد الله. نعم. في احدى المرات ماذا تريد ان تقول؟ اقول لك انا اشيل اسم الدوله الاسلاميه والخلافه. لا استطيع ان احارب الكره الارضيه لاجل اسم. يا اخي انا اريد ان اسميها كما يقول الجيش الحر، اخيرا الحبيب فيصل قاسم، الواقواق، بلد الواقواق، ماشي. لكن انا اطبق فيها شرع الله واقيم فيها شرع الله في المدارس وفي في 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 المعاهد وفي الدوائر وفي كل حياتي اطبق فيها شرع الله. انا اذا كنت اريد ان اسمي الدوله الاسلاميه واكسب عدو واحد، لا اريد ان اسمي. انا مع تطبيق شرع الله، مع الدوله الاسلاميه، انا مع اقامه شرع الله، ولكن بعد اسقاط النظام. الان انت تستبق الخطوات. النظام يريد ان يثبت علينا تهمه الارهاب. النظام في المظاهرات، كنا في بداية مظاهرات مرتين أمسكنا بأشخاص يرفعون العلم الأسود طلعوا من طرف النظام ليقول، يعني تقول أن النظام يخترق جبهاتكم القتالية طبعاً بأسماء الدولة وبلباس. طبعاً أي أعطيني مثال وين يعني يا أخي، نحن بدنا أمثلة. أولاً عندما دخل النظام إلى المواصلات وإلى تلة الشيخ يوسف وتلة تيارة دخل في لباس الدولة. نظام بشار، نظام بشار وانشق عسكري من المواصلات وقال بالحرف الواحد دخلنا وجلسنا في المواصلات وكنا نراكم بأعيننا تمرون وليس معنا أمر بإطلاق النار حتى نتمكن. يمرون على حواجزنا وباسم الدولة الإسلامية وبلباسهم. داعش عند وصلوا من الكبر والجبروت ما وصله أحد، والله ولا حتى عناصر المخابرات الجوية. ليش يا رجل؟ كانوا يمرون على عناصر على الحواجز. قف. لا، عندما يقف من أنت؟ نحن الدولة. يا أخي انزع اللثام، بس أرى مين أنت. ربما أنت تكون طب أعطيني ورقة. ما معنى ورقة؟ يعمل على الحزام هكذا، هذه هويتي. فرجينا هوية في شيء يثبت هاي هويتي. هل خفتم من الحزام؟ يا أخي لم نخف من الحزام، قلنا لك خفنا من التورط في دماء المسلمين. لا تقاطعني، يعني أكمل الموضوع. عندما كانوا يدخلون يمرون على الحواجز لا يقفون، وعندما يقفون يقولون نحن الدولة. كان أغلب الحواجز وأغلب الفصائل تتجنب الشجار والصدام معهم حتى لا نقع في المحظور الذي وقعنا فيه لاحقا. عندما دخل النظام، والله وهذا الكلام موجود في مكتب الدراسات والمؤسسة الأمنية، قلنا للجميع أن النظام استقدم إلى مطار النيرب العسكري لباس أفغاني، اللباس الجلابية القصيرة واللثام. يا أخوة خذوا حذركم، يا أخوة ديروا بالكم. ما حدا استجاب هذا الموضوع. كانوا يمروا بالسيارة، النظام دخل بسياراته باسم الدولة، بيمر على الحاجز يوقفوا الحواجز بس ما يوقف. مين أنت؟ نحن الدولة. يا الله يعدي. طلعوا على تلة الشيخ يوسف ودخلوا على مبنى المواصلات الدولة. ودخلوا على تلة تيارة وجهزوا ذخيرة. فعلا هم الدولة؟ بالفعل هم الدولة.
فجهزوا ذخيرة. ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق هي صناعة النظام؟ أخي أسوأ من ذلك. كيف كيف يا رجل هم يقيمون يا أخي يطبقون شرع الله؟ كما ذكرت في المرة الماضية الأشخاص والمجاهدين والمقاتلين في تنظيم الدولة هم أصناف. أنا أقول لك أمر، عناصر الدولة مثل الفراش، فراش يرى النار ويحسبها نورا ويأتي ويحرق ولا يدري. أنا أتكلم عن التنظيم، التنظيم الأمني السري المخترق. يا أخي تعرف تعرف كيف يتم القبول في تنظيم الدولة؟ يتم القبول عن طريق التزكية. يعني أول رجل يخترق التنظيم قادر إنه يجيب أكثر من 1000 و2000 شخص ويخليني اخترق التنظيم. أول واحد يوصل لقيادة معينة في التنظيم لوالي أو أمير قادر يجند كثير ناس. فهذا الأمر هذا الأمر تم اختراق التنظيم على مستويات عالية، واللثام ساعد أكثر من ذلك، والأسماء الوهمية ساعدت أبو فلان وأبو فلان. فنحن رغم ربما حصل إخطاء من كثير من الفصائل ومن الجيش الحر ومن الفصائل الإسلامية، لكن الأمير عندنا معروف من هو ومن أصله ومن فصله ومن أباه ومن أمه إلى سابع جد. هدول بيجوا يا أخي مين هاد؟ يعني شو هدول ما معروفين قرعة؟ يا أخي أنا بيجوز مشان الأمور يا أخي هذا بيجوز يا أخي. هلأ إذا كان بالدولة الصين العربية مع احترامي عين مع احترامي لكل المجاهدين اللي يأتوا من الدول الأخرى، ربما هذا المجاهد مخابرات تذبح إذا قالوا أسماء مين قال مخابرات الدول العربية والأوروبية كيف كانوا يدخلوا أمريكا مسيطرة تقريبا على مطارات العالم كلها. كيف هتسمح لل لا 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 عم يدخلوا تهريب؟ لا ما بيدخلوا بالدولارات. والله أنا كنت ماشي في مطار اسطنبول من عند اللي شفته قلت هذا رايح تنظيم الدولة، التقيت فيه بعد فترة وعرفته إنه هو بتنظيم الدولة. يا أخي هذا الأمر شوف الأمر الأعظم من ذلك. ما هو الأعظم؟ الأعظم من ذلك ما خليت شغلة يعني فاينة إلا ذكرتها في تنظيم. يا أخي ما أذكرها، أنا بحكي لك حقائق. أعطيني الأفعال. أنا أقول لك أشياء الأفعال. إحدى الأفعال فكر جهادي شباب مسلم أو غير مسلم في الدول الأوروبية يريد يتخلص منه الغرب. كيف يتخلص منه؟ كيف؟ بتنظيم الدولة المغناطيس الصنيعة يعني؟ يصنعون الدولة الإسلامية يروجون لها ويكبروها ويضخموها عالميا. يأتي هؤلاء المجاهدين إلى تنظيم الدولة يذهبوا بهم إلى المحرقة. يا أخي أنا أريد أسألك الآن، هم ممكن أنا أقول لك أن الخلاف هو الصنيعة وليس تكملة. بعدما دخل النظام إلى تلة الشيخ يوسف وإلى المواصلات باسم الدولة، الآن أي مواطن يفتح على خريطة جوجل ويشوف حلب ويشوف الباب اللي موجودة فيه الدولة ومين اللي عم يحمي النظام من الخلف، اللي عم يحمي النظام من خناصر وأثرياء بوسفيرة، وأنت جاي إلى منطقة صناعية بالشيخ نجار. من؟ هذا النظام وخلفه داعش ولا يقاتل داعش. أبو بكر أنت كنت أحد الشاهدين والقاضي في وقت توحيد حينما أصبحت أول معركة أعزاز. ما الذي جرى؟ كانت أول معركة هناك، وهل شاركتم أنتم في القتال أم لم تشاركوا؟ لم نشارك في القتال. ماذا فعلت؟ كنا طرف حيادي وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ماذا فعلت؟ فإن بغت إحداهما فقاتلوا. طيب. أمر من الله سبحانه وتعالى. شكلتم لجان شرعية؟ شكلنا لجان ببداية الأمر، فيهم أمر شرعيين وقضاة، فيهم أمر تنظيم. أول ما كانوا يدخلوا إلى المدينة يرسلوا شخص لطيف جيد لبق خلوق استقطاب الناس. تمكنوا في أول مشكلة. أبو عبد الرحمن الكويتي كان أمير عزاز، جلسنا مع بعض جلسات طويلة. جلست معه قبل بدء القتال بينه وبين العاصفة. ما الحديث الذي دار بينك وبينه؟ كان إنسان جيد جدا، وعلى فكرة هو قتل في ظروف غامضة. وأنا أقول لعناصر الذين كانوا موجودين معه في عزاز يتدبروا الأمر وينظروا في مقتل أبو عبد الرحمن. من الذي قتله؟ لا أعلم. لا أتهم أحد بدون دليل. ممكن أنتم قتلتموه يا رجل؟ لا ليس نحن، لأنهم هم عزلوه قبل أن يقتل، ولم يقتل في عزاز، قتل في منطقة ثانية.
هل كنت على علاقة شخصية معه؟ أنا على علاقة شخصية جيدة جدا معه. وصلني أنه قتل. طيب أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن عندما حصلت مشكلة في عزاز لما اتهمت الدولة العاصفة إنه عم يجيبوا شخص بينقل معلومات، هو طبيب كان يمر مشان يسوي عمليات في المشفى. في المشفى إلى الآن لم يقدموا أي دليل بخصوص الذي حصل في عزاز، بخصوص أي شيء. عندما حصلت المشكلة بين العاصفة، عاصفة الشمال وتنظيم الدولة، دخل لك طرف حيادي مع كان أبو عبد الرحمن الكويتي لوضع هدنة. كان القرار بالعهدة هاي إنه الأسرى من الطرفين بيعودوا يوقف القتال 24 ساعة، تشكيل لجنة شرعية لمحاكمة من المسيء. وهذا الأمر كله مكتوب؟ هذا الأمر كان مكتوب وموجود وعليه شهود وعرض على 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 زمن عبد القادر الصالح، على زمن عبد القادر الصالح، وكان نعم كان حاضرين على هذا الموضوع، وفي تواقيع موجودة من عبد الرحمن الكويتي. طيب ما الذي حدث؟ كانت الدولة ضعيفة في عزاز. هذا التوقيع تقصد الدولة الإسلامية في العراق، تنظيم الدولة داعش كانوا موجودين في عزاز ضعفاء، فكتبوا هذا العهد حتى وقت. ما الذي جرى؟ هل التزموا بهذه الذي جرى؟ جاء أبو الأسير والي حلب قال هذا الكلام لاغي. الله أكبر، هذا الأمير أمير عزاز هو من تعهد بالصلح، قال هذا الصلح باطل وهذا العهد باطل. لماذا؟ قال هذا عهد بين كفار ومرتدين وبين نحن الدولة الإسلامية. هذا عقد. قلنا له يا أخي حتى الرسول عليه السلام عمل بصلح حد يبيع عهد مع المشركين، فما بيجيب لك أحاديث ما إلى علاقة وآيات قرآنية ما إلى علاقة في 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 فماذا فعلتم؟ في كلامه لم يلتزموا. ماذا فعلتم؟ عزلوا أبو عبد الرحمن الكويتي، وضعوا أبو الأسير قائد موجود هناك، وأخذوا يعدون العدة للقتال. وأنتم لواء التوحيد نشرنا حواجز للضغط عليهم للرضوخ إلى الشارع. جلس علي رحمة الله شهيد عبد القادر الصالح مع أبو بكر العراقي اللي هو حجي بكر الذي قتل في تل رفعت، الذي قتل في تل رفعت، الذي يعتبر الرجل الأول أمني في الرجل الثاني في التنظيم، الرجل الأول الأمني، الرجل الثاني في التنظيم. ما نعرف أنه هذا هو حجي بكر، هو ضابط سابق على نظام صدام حسين. نعم نعم نعم. ضابط بعثي معروف للقاصي والداني من هو. بعد ذلك جلس الشهيد عبد القادر الصالح رحمه الله، جلس مع حجي بكر ووالي حلب، اتفقوا على أن نمر على حواجزهم ويمروا على حواجزنا بدون أي مشاكل، وأن نرضخ للشرع وأن نشكل لجنة شرعية. كلما نأتي إلى اللجنة الشرعية كان الشرعي في الدولة يخرج شرع العاصفة، يخرج شرع العاصفة أين الدليل الآن وغدا، حتى كانوا يجهزون العمل بعد 3 أو 4 أيام لعمل عسكري العاصفة. نقضوا العهد وخانوا فينا وفي المسلمين. هذا ما حصل. طبعا انطبق عليكم أن أكلت يوم أكلت بغض النظر اتهموا اتهامات للعاصفة جدا باطلة، والعاصفة من أوائل الناس. أنا لا أدافع عن العاصفة ولا غيرها، بكل فصيل يوجد ناس سيئين حتى في الفصائل الإسلامية، يوجد ناس سيئين واختراقات أمنية. أنا لا أدافع عن أحد، لكن أنا أدافع عن مشهد رأيته أمام عيني الذي حصل مع العاصفة. اتهموهم اتهامات أنهم باعوا المطار وكذا وكذا وكذا، مع أن العاصفة من أوائل من حاصر بقوا أكثر من شهر، من شهر ونصف محاصرين لمطار منا، حتى استشهد قائد اللواء عمار داديخ عليه رحمة الله. بغض النظر عن كل هذه الأمور لم يأتوا بأي دليل على الشيء الذي قاموا به ضد العاصفة. هل التزم التنظيم بما تم بين الشهيد عبد القادر الصالح رحمه الله وحجي بكر الضابط البعثي السابق في نظام صدام حسين الأمني الأول في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ هل التزم بهذا العهد؟ لم يلتزم. حتى أكثر من ذلك، هذه حدثت معي شخصيا، ننهي بها. بعد الاتفاق كنا ممنوعين من الدخول إلى عزاز نحن كتوحيد. قبل لماذا؟
قبل هذا الموضوع قبل هذا الموضوع كانوا يقول لنا أنتم إخوة، لواء التوحيد أنتم إخوة. بعد دخولنا والضغط عليهم للصلح بينهم وبين عاصفة الشمال والاحتكام إلى شرع الله عند جهة حيادية، دخلت إلى عزاز متقصدا بعد اتفاق بين حجي بكر وأبو القادر الصالح على مرور على الحواجز، دخلت متقصدا إلى عزاز على الحاجز، أوقفوني قالوا الهوية، قلت هذه هوية. اتفاق كان ينص على أنه نمر على حواجزنا ويمر على حواجزنا بدون أي مشاكل. دخلت على وقفت على الحاجز، الهوية أعطيته الهوية، السائق أعطاه الهوية، افتح الباكاج، فتحنا باكاج السيارة. من وين رايحين؟ نحن رايحين على المعبر. إيش في عندكم معبر؟ بأسلحتكم أنتم؟ بأسلحتنا. قلنا له ما يشغلك، في اتفاق حصل بين 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 قيادتكم وقيادتنا إنه نمر على الحواجز نسبة بس شو اسمه شخصيتنا. قال انزل حتى يأتي الأمير. قلت له أميرك لك، أنا ما بنزل. ضرب الهوية على الشاب اللي موجود جنبي، وشباب معي موافقة يعني أختي. قال أنتم لواء الشرك ولستم لواء التوحيد. أنتم لواء الشرك. لواء الشرك والله، وأحاسب أمام الله على هذا الكلام. بعد التحول الذي جرى في الموقف، أنه إحنا ضغطنا عليهم للشسمه، بدأوا الشرعيين يقولوا لهم يروجوا لفكرة قتالنا، يعني لو كانوا من البداية قالوا إنه نقاتل لواء التوحيد كثير من 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 عناصر الدولة لم يقاتلونا، لكن بعد الترويج مرة ومرة 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 حتى يبدأوا بقتالنا في فترة لاحقة، قال أنتم لواء الشرك ولستم لواء التوحيد. قلت له اتق الله يا رجل، أنت تقول لواء الشرك؟ قال نعم، قادتكم الكفر المرتدين وقعوا على بيان قتال الإسلاميين. قلت له ائتلي بالدليل وأنا أقاتل أمراءنا معك إذا وقعوا على قتال الإسلاميين. قال نعم والله بالحرف. وقال هذا الكافر عبد القادر الصالح ينادي على شاشات تلفزيون بالديمقراطية، الكافر عبد القادر الصالح، والله المتحدث كان ليبي. ليبي؟ نعم. قال بالحرف الواحد هذا الكافر عبد القادر الصالح ينادي على شاشات تلفزيون بالديمقراطية. قلت له مع هيك كلامك مردود عليك، مع هيك تيني بالدليل، تيني بدليلك هتقول ينادي بالشاش على شاشات تلفزيون، معناتها في شيء موجود. هذا الأمر، هذه الحادثة، تأكدنا أنهم بدأوا يعلموا غلمانهم وأغبياءهم أن يباشروا بقتالنا. أشكرك أخي الحبيب مضر نجار أبو بكر الله. القائد العام لقطاع حلب المدينة، استودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل. هذا زاهر الشرقة يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.